امرأة تسأل أنها اعتمرت مع أخيها ولم تستأذن من زوجها، وعلما أنها تسكن مع أهلها لوجود خلاف بينهم، فما الحكم يا شيخ؟ ها المرأة إذا كانت عند أهلها على خلاف بينها وبين زوجها، فإن كان الخطأ منه فلا حق له عليها، وإن كان الخطأ منها فقد أثنت فينظر. قد يكون الخطأ منه هو الذي نشز، وهو الذي ارتفع عليها، وهو الذي أضاع حقوقها، فلا حق له، لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأما إذا كان هي المخطئة فعليها أن تتوب وترجع إلى بيت زوجها. نعم، العمرة لا يجوز أن تعتمر إذا كان الخطأ منها. نعم، العمرة التي اعتمرت يعني صحيحة، مثل ما قلت لك، هل الخطأ منها أو منه؟